بكم في لبس، حلقة جديدة من البرنامج الحواري لبس على قناة التاسعة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لأحلى جمهور حاضر معانا الآن، تحية لكم أحلى جمهور، والأعداد قاعدة تكثر والتفاعلات مع كل أسبوع إن شاء الله يا ربي ديما ناخذ ملاحظاتكم بعين الاعتبار، وتحية لأحلى زوز معايا ومنورينا في كل حوارات. تصفيقة كبيرة مريم بن ماني، مرحبا. مرحبا، شنحوالك مريم؟ طبعا والله أنا جمعة هذية توحشت مومو. شكون مومو؟ مومو؟ ماتري، محمد ماتري شميدة. خشنا واحد يقعد جمعة كاملة ما غير ماتري ما غير ماتران. أي توحشناك يا مومو. بارك الله فيك. شنحوالك؟ بارك الله فيك. هو حتى الجمهور قالها لي، قال لي راهو بعد 6 حلقات باش تولي تعيط لك مومو. هاي ما صبرتش عايدة. إن شاء الله نقفوا غادية. بإذن الله. شنحوالك؟ إيش عامل؟ والله يا نوفل، الجمعة ذي متقلق برشا لأنه فاتورة الضوء ضربت الناس الكل. الناس كان ضربهم الصبات ولا ضربهم الضوء. تصور أنت معناها مواطن زوالي ياخو في 700 دينار جيه فاتورة ب 600 دينار فين ماشيين؟ شيء يعمل العار. ما فهمتش علاش الدولة تحبنا حرقة في الصيف وغرقة في الشتاء. أنا نعرف كيفاش يزيدوا شوية في الأسعار، زيادة طفيفة مش أكثر من شطر، مش 300%، مش 400%. تعرف شنو معناها 600 دينار؟ 600 دينار معناها 600 مشكلة في رأس مواطن زوالي ما ينجمش يتصرف، شهريته بسيطة جدا. الناس كل تعاني. علاش الكبار ما يخلصوش الضوء؟ يستمتعوا بالكليماتيزور معناها طوال الصيف ما يخلصوش، علاش يدفع الفاتورة الزوالي؟ وأنا بصراحة تقلقت برشا يا نوفل. ولقيت الحكومة مفالحة كان في الزيادات، ما ثمش إنجازات. زيادة في أسعار البطاطا، زيادة في أسعار البنزين، زيادة في أسعار الحليب، زيادة في كل شيء، لكن قاعدة تنقص في أعمار المواطن. ويظهر لي على قريب، يظهر لي منها الشتاء حسب رأيي، الناس كل باش نموتوا أو باش نهجوا من البلاد وباش تضربنا صاعقة كهربائية. وأنا في هذا الإطار يا نوفل، من شدة القهر قلت شيء يشبه الشعر. الله 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 الله. لا قال باش نهجوا ولا مع الحلقه. مطران بدايه بقوه باش يبدا بالشعر، تفضل. لم يبقى لنا شيء، لا الماء ولا الهواء، لا الارض ولا السماء، لا امرؤ القيس ولا الخنساء، لا الالقاب ولا الاسماء، لا السحب ولا الانواء، لا النعل ولا الحذاء. لم يبقى لنا شيء، لا نوفل ولا سناء، لا مريم ولا علاء، لا مطران ولا الزهراء. لم يبقى لنا إلا فاتورة الكهرباء، ومواطن يصرخ في الصحراء يلعن ويسب، الله لا تربح اللي كان سبب، ثم أجهش بالبكاء. الله الله. قصيدة معنا الناقدة الفنية مريم بن مامي، يعني البيت مريم وعلي شنيا علاش؟ لا علاش شخصان كوني؟ لا للضروره الشعريه. علي علي انا سالت على سنه شكوني؟ وانت شكون سنه؟ ما نعرفش سنه. للضروره الشعريه. للضروره الشعريه. يعطيك الصحة مطران. قداش فاتورة طلعت انت زاد؟ والله انا 600 دينار في 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 نفس الفتره كانت 293، واستعملت الكليماتيزور بنفس الكيفيه وبنفس الوقت. مش عارف كيفاش الدنيا غلات. غلات شيء كبير. ربي معنا. ربي معاه المواطن، خاطر المصاريف بالحق قاعده تكثر. وزيد تحكيه مع ستيك، خاطر يقول لك ولقد اضفنا 0.546 ويبدا يعطيك الارقام ويقنعك هذيك على غلط، فاتوره غلط. المهم برشا جو، برشا ضحك، وبرشا حوارات ممتازة تستنى فيكم الليلة في لباس. شوفوا شنو يستنى فيكم في سهرية الليلة. إذا مازلت تمشي للتلفزة سي قص رأسك ورأس ولدك، هاو جيراني يسمعوا فيك. أنت تحث على الحرقه تصير هذه، كيفاش عقلك يخمم على حاجه كيف هكا؟ الزبان الرخيص انا ضده. انت صحيح عرفت مراته وتصرف عليك وتصرف على النفقه على اولادك وكل شيء؟
كرسي وضو وكاميراويت وكذا ومنه وثيقه نتاع انيماتور وفريق عديد. جيت تسالني اسالك كيما كان انا اشفق عليك. توجعك محمد يقولوا يتاجر بوه. شفت هالغنيه اللي عملها نوردو؟ طيب ما خليكش انا يعني باش تعمل لي مشكله. معناتها كرابير تعتبر انه نوردو غلط وقت اللي قبل يغني كلماتهم. الغلطه الوحيده صارت هي غادي تهني. من الافضل انت ام كاسترو؟ هل انت من احباب الفريق؟ اي نعم. فما واحد منهم بعث لك اس ام اس قال لك مبروك البرنامج جديد ولا راهو عجبني ولا حاجه. جعفر ما هناكش؟ ما نستنى رد جميل من عند حتى حد. قربان بيعمل سوق انا معناتها نكمل قرايه تاك نمشي نبيع مرسوقه وهي فيها فلوس مرسوقه وقتها. انت فريمون انت يعطيك الصحه. انا نحب ماي صحيح ولا لا؟ ممكن. علاش يركبوا لوريات؟ لوريات بالنسبه لي انا اول حاجه فخر. بالنسبه اللي يتفرج كرونيكور باللوريات معناتها ماريونيت. هذه راي كلمه حق اريد بها بط. ما تصبش الشتي انت يحوها قدرها بعد الجمعتين ما صبتش بهذينا بها الشتي. توحشت مومو. شكون مومو؟ مومو؟ محمد مدري سميدة مريم وعليه شنيا علاش كون؟ جيت نهار فكر اني ما جيتش. وقت عز الناس وكل خطوة سحب الريق. في لباس مازلنا معاكم مازلنا نتابعوا الاكتواليتي في الحصه الحواريه ومطران عندي زوز ضيوف مريم هذيك اصحابنا وياها مطران زوز ضيوف نهديهم لك اللي كنتي نحب تصفيقه قويه بلينغوس مرحبا نورتي نورتنا ديما نرجع لاخر حوار مبروك على النجاحات الطويله هذه كل في الحفلات في اللايفوات في الاغاني فخورين بيك بلينغوس عايش كبير كثير اول حلقه كنت معك انت اي وقت عندي 90000 ابوني يظهر لي بارك الله قريب 700000 وقت يظهر لي عندي مليون فيو اي تقول 104 مليون فيو الحمد لله تبدلت برشا حاجات تبدلت برشا حاجات وانت ما تبدلتش شاد في ثنيتك هاك ترى انا هنا سته زيت سته ماء بوست امي على الاخوه قبل البتي ديجوني شفت الموت في الطياره وشفت الدنيا بالقدا كاسح كي خيط السناره وروحي في روزن القهوه استنى لا نبربشوه باش يبهرك في الكلمات هو يقول ما انا اقوى واحد يكتب وانا نعتبره من اقوى بيان سور اقوى ذيك النرجسيه المستحبه اما نعتبره من اقوى الكتيبه نسال فيه في الكواليس الغنايه تكتب كام في الليل قال لي قلت له تكتب كوش ذين قال لي فما جمله في غناية قال لي ثلاثة جمعات باش كتبتها. اي معناتها يخدم مخه برشا ومخه يخدم برشا وحكيته حكاية تلخصوها شوية بعد المطران خاطره ماهوش اجور معانا ولكن نحب تصفيق على محمد الحربي مرحبا. منورنا صديقي الحمد لله من الاول صارت بوليميك كي قلنا نستدعوك سامحني كيما على تونس الكل مطران ما كي نبعث له ضيف نبدا نرعش لازم يوافق شنو هذا وكذا والدنيا وهكا من بعد شفناك شفنا حكايتك شفنا فيديوهاتك شفنا كلامك حاجه اخرى معناتها القصه ممتعه وممتازه و اثرنا وتستحق كل عبارات الشكر بارك الله عليك تو نتعرفوا عليك وفيديوهاتك انت والوالد نتاعك ربي يفضله لك الكبلينغوس قديم برشا راب مغروم من بعد قعد سنين يخدم شنو تخدم؟ استوار في الطياره سبع سنين سبع سنين ثم فجاه قال يكفي تو يلزمني نركز مع الفن ومع الراب نتاعي وبرشا قالوا تحدي اخطاك اقعد في خدمتك جاء وتفرغ للراب والحمد لله بعد الاشهر هذه اللي تعديت ما ندمتش اي بطلت مشيت في اثنين خاطر انجازاتك انت عطيت شويه ارقام يلخصوا كل شيء وديجا سرقتهم من حواري
الارقام ما فهمتش كنت باش نقولهم لك اي معناتها شو ما بيدهم عندك انت 100 مليون عندي انا 100 مليون اي معناتها فوالا معناتها منقذ الراب في تونس انت رجعت لنا لا مش منقذ الراب انا ما تعرف حكيت قبل كنت قعدت سنين نعم في موزيكا من بعد ما مشيتش 2013 سافرت لبرا مشيت نخدم 7 سنين ولا 5 سنين وقت 6 سنين نسيت قديش بالضبط استوار بين بنغلاديش والمغرب والسعوديه قلقت من العيشه فوق حبيت نرجع نعمل موزيكا عيشتك يتمناوها 90% من الشباب انت تشوف هكا صعيبه كانت 2018 حقيت شان فيها اربعه صفار معناها ما يسمع فيها حتى حد ما يعرفني حتى حد 2022 الحمد لله يا ربي اليوم توا حتى تكلموني يقول لي ترجع شيف كابين ما نصورش نرجع حتى كماندا ما نرجعش الغنية اللي عملتها على الحرقة نحب نقول لك برافو لي رابورج بما عملوش على الحرقة معناتها نحبوا لنكرهوا طنبك الوجيعة توا متاع الشباب التونسي باش نسألك هل لأنه رابنا ولا مشى لك الراب الآخر متاع الفيس والكراهب والجو معناتها علاش لي رابور نساو علاه ما طلعوش 20 غناية على الحرقة في تونس من لي رابور ما خاط فمك اللي رابور ينتشو ما نجمش نجاوبك في بلاصتهم نفريتها وكان تقول لي علاش ما خدموش ما نعرفش علاش كل واحد وعلاش ينجم يكون كيما قلت انت يحب يقعد يغني في ريجو تريب ولا يحب يقعد يغني في تايبيخ بالنسبه لي انا حسيت لي وقت هذا حتى انا عمري ما خدمت اغنيه تاعهم هكاك اغنيتي كل انت تعرف كلهم ريجو تريب وانا فهمت اما حسيت لي هذا الوقت معناها مع الفاز نتاع جرجيس نترحم عليهم الكل دونك حسيت لي هذا الوقت وعطيتها حقها زاد عطيتها حقها بالكدا حتى في الكليب في كل شيء أي. مش كيما اغنيتي الاخرين معناها طايره برشا وفيه مشاهد تمثيليه نشوفوا الكليب معناتها يستحق نشوفوه ومن بعد نرجعوا نحكيوا نعمل هوني قلبي ومخي يدلوني نستنى في تليفوني وقت يشيسوني نمشي شوف أموري شنعمل هوني قلبي ومخي يدلوني نستنى في تليفوني وقت يشيسوني نمشي شوف أموري بيني وبينها شبر وشتر ونكتة زهر نغزل للبحر ونحفظ في دعاء السفر ماشي منها ويدي على قلبي خرج منها مضطر نخلة بلا تمر تونس نحلة بلا عسل على إيطاليان دادي لدادي وانا هز الزادي وزوادي نحب نمشي نكبر في عدادي ما نحبش يقف عدادي أحلامي زادت في عنادي ما خلتناش حتى على عادي خفوني تكبر أولادي نراها تونس أحلى من غادي وانا قلبي خبيري وقلي أفسع ما تزيد السجون ده وانا لي الله مني ما تحتش فطنة شرون ده وانا أحلى سنين من عمري تكمى وقاعدة البون ده أنا لي علقت الشايد ما نحبش نعلق كوردة نعمل هوني قلبي ومخي يدلوني نستنى في تليفوني وقت يشيسوني نمشي نشوف أموري في السرب يا كعابي ولا إيطاليا عالمي باستا المكتوب وفي ماستا نكمل هنا عكس أرض وسمي قاسية برشا الحياة راتسة تحسد ينوي وين اش نعمل هنا غادي نسلك الحرير مشوك وكان نمشي ما نوليش حتى أنا ما سمعنيش شد لي يدي ما تمشيش جيب القطعة يا ريس زفت البحر وكيس بردي كسح لي أيس قدد وماني شخصيس بديت وما وفيتش وديت وما حليتش عينه ما حاكت ضويته ما تفيتش شنعمل هوني قلبي ومخي يدلوني نستنى في تليفوني وقت يشيسوني نمشي نشوف أموري
أنا اللي علقت شهيد ما نحبش نعلق كوردة سي محمد. أنت شاب، أنت باك بلوس 5 فلسفة، أكيد رك سامحني رك مرمد في خدمة مش من مستواك، سامحني أنت. نعرف نعرف تمسك الغناء هذي إذا قلت له توقيت له مخيبة اللقطة في الغناء أنت فرشة كلمات توجع توجع يا عبد آخر ما أنت يا عبد في تونس تعب دونك توجع سيرتو كي تعب ما أنت ما لقاش ريزلتات باش تقلقوا باش تعبوا الكلمة توجع أي عبد تعب معناتها 99% إي بيان سور ما أنت توجع توجع كومام الكلام بدا سيرتو كلام يعرفه هو عاش باش توجع الكلمة أنا قوتو في الكلمات راه مطرانو ماني معطيني رايكم في الغناية ساعة قبل ما نحكي ونكمل. أنا نحب نفاجئك ساعة. أنت بكري قلت البلانغوس ماهوش أجور معنا. لا يا أستاذ أنا مازلت شاب راهو ها ولد 10 وزوز. صحيح ما تعرفش. أنا الشباب الكل صحابي. لكن الغالب وأنا صاحبك الجديد. أنت صاحبي صديقي معنا. أعز الناس اللي تعرفهم. يا نوفل. مش معناها اني نسمع ام كلثوم وعبد الوهاب ما نسمعش اغاني اخرى نسمع اغاني اخرى. نحب نفاجئك يا سيدي، البارح الاغنيه هذه شخت عليها سمعتها 3 مرات هاي ما سمعتش البارح ام كلثوم وعبد الوهاب وسمعت شنعمل هوني وعجبت بطريقه الغناء وعجبت بالكلمات وفرحت برشا يا بلانغوس بصراحه باش نحكي لك الحكايه بصراحه قلت هو اول رابر ما عندوش كلام زايد الله لا يجب الحوار وفهمت يوفى الحوار لهنا لا خطر ان شاء الله ما تطلع شفت لغاني لا هاي كمل سألت جماعة البرنامج قالوا لي راهي كان الأغنية هذيك ما فيهاش كلام زايد الأخرين الكل فيهم كلام زايد فضحوني ما ساتمونيش سمعت أغنية ساعة مع كلاي بي بي جي فيها 3 دقائق ما فيهاش كلام زايد الكل كلام زايد والأيام مع نوردو لكن بصراحة أنت فنان جميل ورائع وبرشا رابرات وليت نحبهم ونحب كلماتهم ونحب جمال كلماتهم. مريم اعطيني رايك، شقولك في الاغنيه؟ الاغنيه رائعه ساعه وصوته تبارك الله عليك الله وحد فريمون وكل شيء. اعطيني المخرج، نحب تحيه للمخرج حمدي الجويني تحيه الرياض حمدي الممثل باش نعطيك حاجه. انا اليوم راب تونسي نسمعه دون فاسون جينيرال اما نسمعش العباد الكل الحق نتاع بلانغوس في بارتي دي جون اللي فريمون نسمعهم افيك غران بليزير اما تو انا ما عشتش الحق نتاع ربي الفقر والحرمان اللي نشوف فيه في الكليبات ونشوف فيه في اللي قاعد يتقال اليوم في الراب. اما بالحق نتمس بالحق نتمس وماهيش لغه خشبيه وتعرفني ضد اللغه الخشبيه وضد الدهين وضد زعما اما بالحق الكلام يدخل في الصميم وبالحق بالراب كي نقولوا قاعد يعمل فيها ميساج يعادي فيها ميساج بالرسمي قاعد وموش يمس الفقراء بركه يمس الطبقات الكل دونك برافو عايشك ميرسي بوكو عايشك ولد الزرقة زاد غنية ولد الزرقة الغنية الأخرى هبطت هذه وبعد بجمعتين ديريكت هبطت ولد الزرقة خاطر باش نرجع كيما على كلامه هذيا بون كيما نسميو نحن زعما سوا ديزون كوميرسيال تنجم تسمع بعد كيما تعرف نحب ديما نستحفظ على اللي بداوا معايا ذوك الأولانيين 50,000 أولانيين 100,000 أولانيين دونك هبط ولد الزرقة اللي ما تشبهش لهذه الجملة واللي فيوز طيارة معناتها خلط تقريبا مليون اليوم إن شاء الله في أسبوع اليوم معناتها ممتعة وفيها كلمات وميساجات وقنابل كالعادة معناتها جوك جوي جوك هذاك هو معناتها أنت في بالك أنا أول ما جيتك ما يحب حتى حد يعديني في التاكسي تعرف انت ما حتى حد يعديني في التلفزيون ولا حتى في الراديو دونك المعامله كانت نوع من بعد سبحان الله بعد 4 سنين تبدلت الحكايه الكل دونك هما بيدهم نفس العباد ما تبدلوش الممثلين نفس الكاستينغ هو بيدو اما يمكن الادوار هي اللي تبدلت ولا الاحاسيس نتاعهم هي اللي تبدلت دونك غنيت عليهم انسى الميديا وكذا فما رابوريت قبل ما يكلموكش ومن بعد ولا وهاي فيتورينغ هاي كذا كذا باز اوتوماتيكمون باز 1000% هو فما جمله ماستا اما ساعات موقف الاعلام منك يكون وراها رابريت ممكن اي ممكن تو انا نعرفك شخصيا وما نحبش نشكرك برشا باش ما توليش كل علاقات قاعد بطبيعتي انا من غير ما شكون يعرف انك صح واحد ولا شيء انت اللي تعرفوا حتى كيما تقولوا لا لا مش هذا مش هذا ما دهنش ما قففش ما بعثش الميساجات تمام عديوني
في علاقاتك الثنية ذيك معناها هذيك ولد زرقا يحكي على الحكاية ذيك الكل سميته واسمي هكاك بالاسم اللي عايتوا لي بيه في حومتي دونك يحكي عليا أنا كي بديت كيفاش بديت وتوا كيفاش وصلت كيفاش تبدلت أي أعطيني شوية من ولد الزرقا قبل زاد ما نهنيك على نجاح حفلاتك في الصيف عدي بيهم أبعاد لا مساج لا ألو لا وينك وين حيك ليك وحشة يا بروق عدي منهم كان واحد اللي كان واجوجو عشرة وبلاحت كيما السراول الماكو أنا وصلت والله مصلي عني بي ولي تعز الناس وكل خطوة سحب وري نسمع بالشفاق بل ما نشد الكاس بيدي قريب نتيح في الشارع يزفروري بينالتي منافقين وانا نغزر مصدوم اللي هزيني على عناق البارح كسروا بيا السلوم ما عطاونيش فرصة باش نوري انا شكون سيربريز ولد الزرقة طلع ماضي طلع الناس معادن وانا شفت معدن واحد مش بي بي ومن بعد نجمش نكمل قوته في الصور يسمع بالشفاء والكيس مازال ما خلطش الفوم الصور اللي يبني فيها الصور هذه مرت علينا في الحياة صيف سنة زادت تبارك الله حفلات في برشا بلايس كومبلي سبيسيال صيف سنة سبيسيال على الاخر اول عام مهرجانات خدمت تبرقة ذات برقة الدولي صفاقس الدولي سوسة الدولي سرقتها وكملت بكارتاج كلهم كومبليت كل كومبلي كارتاج ما تتنساش هذه تبرقة لا وزادة كارتاج كيف كيف هذه كارتاج اي علاش ما تنساش كارتاج اش تتذكر تترعب كرشك تجري قبل العام انا صارلي بالعكس انا جاني تراك يجيني تراك في في حفلات اخرين اما كارتاج داير انا كنت اول رابر باش نطلع قبلي كانوا يوما اما في الرابريت كنت انا الاولاني باش نطلع كنت يابس قبل بربع ساعة ونقولوا ما وقتاش كملوا نحب نطلع العكس اي ديجا دخلت نجري ما دخلتش نمشي دخلت نجري ديريكت يمسك الحرف نتاع السين بارك الله ومبروك يبارك فيك عايشك محمد تسمع رابريت انت يظل كيما لي جون في عمرك ممكن نسمع كان في الراب اكثر يعني بون نسمع صباح فخري نسمع ام كلثوم نسمع كل شيء ما نسمع راب ديما تو حتى موتيفاسيون راب انا بيدي كنت عبد الحليم نسمعهم اما تو الراب يا مطران الراب يسمع راب فيك يا مشي يسمع الدرج ويسمع اي بلينغوس نشوف فيك نشط شوية على انستغرام حبيت نعرف نشوف الساعة في دار كبيرة وبذخ وتبارك الله معناتها برشا فلوس وذهب وملابس تبارك الله معناتها بالحق بلينغوس الفن يدخل فلوس هذي كل انت تشوف في الكليبات ولا في الدنيا ذوما في الدار في تحكي في حياتي الخاصة حلمنا كيما الناس وحبينا نشوفوا الدنيا مزيانة نحب نهز فلوس مش حديد كي نترينا انا نحب ننفخ جيبي مش باش ننفخ الرمانة ما نشمعتش على المدبوبش دولة تنفخ باش تطفينا مخخ في الفريق وشهيد كوات رويت القص اللي حقرته وجيبه زوز كوات رويت الحديث 100 جرام وفي الكاد رويت دريري تحلم بالمونيجرام تبع فلور رويت بدونية تنخر قسما عظما بعين ريت الرجال ملمونك تتمنى في كفن يدين تمدد القلبة خانتها صحة البدن هوني كي تغزر من نقبة ما فماش أمل دونك هذيا بريد لازمك تجي فيها فلوس يا ربي تحقيقك كويس لازمك تجي فيها فلوس يا ربي نكتب مريم نشكرك نشكرك تعرف علاش على خاطر فريمون محلاه الفنان اللي يقبل النقد ويجاوب لا مش يتغشش ويدخل يطلع سوغ سي كرون كل جمعه حفلات خاصه كل جمعه غدوه داير نخدم وبعد غدوه نخدم مهرجانات خدمت ونهبط ديما نهبط في اليوتيوب دونك وستريمينغ وكل شيء دونك الحمد لله ومش كيما تشوف هكاك معناها تو قاعد كي تسمع يقول لك مليارات يا حكايه فارغه معناها نيفو اللي نحب نعيش فيه وكا هو انا هبطت مريم من غاديكا باش نجي نخدم انا خاطر حبيت نعيش بالقدا في تونس سافا نعيش معناها سافا في تونس وكا هو بيان سور عندك طموح باش توصل معناها حبيت نقول كي تشوف فيه من الموزيكا هذاك ما عنديش حتى سورس اخرى فما فماش سورس اخرى مستحيل فما كان السورس نتاع الموزيكا هي هذيك معناها ينقدوك بيان سور فما تقرا في ديكم حتى ولا بيان سور ما فماش واحد ما ينقدوش معناها با زي انا وياك انا وياك سورتو انا وياك ينقدونا برشا ناقصين حرف انا وياك زوج ناقصين زوج كيف كيف انا وياك دونك ديما ينقدونا ما تراك ينقدوه لنا شويه عاد مش تقعدوا نشكروا فيه للصباح اي باش ننقدوه شويه طبعا انت ديما تحكي على بلطي وتحب بلطي اي وتعتبره صديقي كل ما ثلم تاعك معناها بلطي علاش ما غنيتوش مع بعضكم الساعه وقلت مره في تصريح أصبحت أتحاشى الحديث عن بلطي
لأن بقيت فناني الراب ينزعجون. نحب نعرف مما وعلاش ينزعجون. أنا نعرف أنتم أصحاب سنين سنين نعرفوا من 2003 بقى. أي الغنية علاش ما جاتش؟ الغنية نعاود ونقول الغنية اللي كانت أنا كلمني بلتي على زفندن روميكس وكانت أي. فما روميكس أنا وجيجيا وبلتي وبلتي سجل صوته الوحيد اللي سجل صوته وكلمني باش نمشي الحمامات نسجل وما مشيت سجلت. أما خاطريت توا يكون فما تراك بينك أنت وفلان ولا وفلتان ماهيش هكاك ماهيش سيما ترى نكونوا قاعدين يا بلتي نحن اصحاب نعملوا اغنيه فما فيلينغ فما برشا حاجات لازمهم يتعداوا نقعد مع بلتي وعمرنا ما حكينا مثلا في موزيكا نحكي موزيكا بيناتنا ما نحكيو في موزيكا اخرى اما جامي حكينا في موزيكا معناها لروحنا كان بالفاز هذايا نهار اللي كلمني قال لي تراك عجبني نحبوا نعملوا له ريميكس والسؤال الثاني نتاع قلت لي نتحاشى الحديث عليه خاطر خاطر يسألوني كيما سألتني انت كي يسألوني على بلتي كنت نجاوب خاطر انا اول حفله كيف كيف طلعتها زاد معنا هو ذكر 2005 2006 في مونفليري دونك علاقتي به كانت باهيه من قبل دونك يسألوني عليه بطول المده كي وليت نحكي كي يقولوا لي شكون مثلا انت تشوفوا احسن واحد مثلا كي نقول انا بلتي ولا تقول لي فما اي فما عباد تتقلق من بعد يبعثوا لي شبيك قلت فلان احسن واحد وشبيك قلت فلتان و... فهمت فما شكون يحس روحه خير من بلتي اليوم في تونس معناتها يبعث روحه هو نورمالمون اي رابور يحس روحه اخزر يجي نفسر لك الموضوع باش نبداو واضحين فيه اي واحد لازم يحس روحه احسن من فلان هذا في الراب كان ما عندكش يقول قوي وما عندكش يقول تريبل كاسح معناتها نورمالمون تو اي واحد تجيبه لهنا كي تقول شكون خير انت ولا فلان يقول لك انا اي كان قال سامحني تو انا نبيع في البطاطا جيت تسالني شكون خير يبيع بطاطا نقول لك يبيع بطاطا خير اسمعني انا عجبتني الصراحه نتاع بلينغوس بربي خلينا نكمل لك السؤال كي يطمئن قلبي وجاوبني في كلمه واحده من غير ستر البس لك اللونات نلبس لك اللونات اسمع والله ما مشكله اسمع بلينغوس قلت انت في تصريح انا مقتنع انني احسن كاتب اغاني راب في تونس وقلت انه من حق الكاسترو وكاسترو صديقي زاد ولا صديقي جبناه لهنا نسلموا عليه ونحيوه من حقه انه يقول انه الافضل في هذا المجال وتصريحه لا يفسد للود قضيه انا نحب نسالك من جديد من الافضل انت ام كاسترو داير كنت نجاوب فيك لا نحبها في كلمه في كلمه داير كنت نجاوب فيك كيفاش انا نجي نقول لك على فلان انا ترى باش تستغرب انت كي نقول لك انا تو نبيع في البطاطا تو نجاوب انا نبيع في البطاطا ولا نبيع في البطاطا نقول هذا يبيع بطاطا انت اخي من البطاطا بالضبط بالضبط دونك تسالني على اي واحد سي نورمال انا باش نقعد نقول لك انا وهو باش يقعد يقول لك انا كما فماش هذيك انت فاشل في اللي قلت لي دونك ما تنجمش تعمل راب سيرتو راب به في تورينغيت شكون عندك عملت برشا في تورينغيت عملت برشا سنين تو باش نوقف شويه باش نقف شويه على الفيتورينغيت بيريود هذيا من ناحيه مارس افريك دونك عملت برشا سيرتو ثلاثه مع كراي ولا اربع تراكيت نوردو يانجر زيد كافون دونك باش قاعد نخدم في السولويت توا سولويت ما فماش واحد اسم موجود ولا يمكنش ان شاء الله في فيفري مارس بيان سور عندي روتور مع علي لوكا من مصر باش يجي يصور هنا هذاك ما نحكيش عليه خاطر في شان وهو في مصر سينو ان شاء الله فيفري مارس افريل في البيريود هذيك نعاود في تورينغ توا باش نقعد في السولويت كل قداش مرسو مثلا برمج ان شاء الله بعد كوب دي مون توا نروح من قطر نهبطوا تراكي اخر ان شاء الله شكون يروح؟ نشتغلش كيف ناسيونال ونروح نهبطوا تراكي ماشي باش نتفرج في ان شاء الله ماشي باش نتفرج في المنتخب فوالا على ذكر ماشي ليكيب ناسيونال باش نسالك دونك شفت هالاغنيه اللي عملها نوردو برشا نقدوه برشا قالوا لا برشا قالوا باهيه ما لقيت سؤال لا شوف لي سؤال نتاع الكاموسه ما لقيتوش عجبتك اغنيه نوردو ديريكت ديريكت تقول بالعكس نعطي فيك في وقت تلقى جواب يا فيسع فيسع كمستمع شنو رايك في الاغنيه وفي مقطع نوردو صحيح تريد فيسع طيار الاغنيه ما خليكش انا هنا باش تعمل لي مشكله انت هكا فيسع فيسع دونك متسيس وليد كيفاش متسايس؟ ما دخلنا في متسايس، نجم ذوقي مش من ذوقك كانت نجم تكون عجبتني الغنية هكا ولا كنا كمستمع رايك طيارة الغنية واضح مش لازم الناس الكل معناها نابتونا نذبحوها السيد فهمت؟ لا لا عجبتني الغنية لحظة بلينغوس كي نقول لك غنيتك خايبة ما ذبحتكش تبارك الله نوردو عامل برشا غني باهي وليت قصة هاي وليت قصة هاي بلاد كاملة تونس كاملة تحكي قصة ولا وكي رابور كرابور ليه؟ خاطر ماهوش مروان، أنا غنيت معاه مروان ونعرفه. ماهوش هو كتب. ما نجمش يكون هو كتب هذيك. هما كان قالوا اكتب 8 أسطر خرجت خير الحكاية. قالوا اكتبوا أنت 8 أسطر. اللي صار أنه ما كتبش بارتي نتاعو. باين ما كتبش أغنية حاضرة حتى قالوا له غني هذه وهذه وهذه وكاهو هو عمل كان الديكوباج قسمها وكاهو. كان عيطوا لك وجيت في بلاصتو كنت تغني المرسويت هذوكم؟
وكاتبين لي هما ليه يا اخي يكتب خير مني هو اللي كاتبها هكا توا شكون هو الشاعر اللي كاتبها ما نمشي لعبني انا في الكتيبه بيان سور باش نقولوا له ايش كان نكتب لهم انا الغناء الكل الشاعر والسعودي معاه وعمور وكل يا ما في برشا فلوس خاطر اي نكتب كي بالعكس انت باش نجي ننجح لك نورمال يزيدني فلوس كي باش نكتب له معناتها كرابر تعتبر انه نوردو غلط وقت اللي قبل يغني كلماتهم يمكن الغلطه الوحيده صارت هي غاديكا هي اللي انه رضا يغني الكلمات اللي تكتبوهم كان كتب هو حاجه اخرى كانت تكون خير بالف مره تي خطاب تونسي الحكايه سكتو كيكا بالشاشه وبالريحه قاعد يبقى قدام يبقى قدام جوستومون اي اش معنى قصه كبيره كيف شدوها الناس الكل لا لا جاء في وقتك اللي توانسه قلقين وفارغ والدنيا بالضبط ومنرفزين على ليكيب ناسيونال والعركه وجاء نوردو في الوسط مسكين ما خفتيش تقص تقص اكثر شيء ما تقص الشتي ما تسبش مبهذلوها الشتي ما تسبش الشتي نطيحوها قدرها قعدت جمعتين ما سبتش بهذلنا بها الشتي افهم جيت في ساعه في ساعه نهارين وعاودت هكا يزي اسمع كلمت نوردو على الغنايه ولا لا؟ لا ما كلمتوش على الغنايه كي نكلموا على الغنايه تزيد نمشي اكثر كي نكلموا على الغنايه شتي مثلا نهز تليفون نقول والله ما بالعكس اغنيه عادي موزيكا هي بعدها بالنهارين ولا ثلاث ايام هبط مرسو واخر طياره بالعاني هبط مرسو اخر باش ينسيهم في الاغنيه ما نجمش يكون بالعاني خاطر عنده انا ريتو ثلاثه جماعات سليم باهي اللي صور وريتو يمنتج فيه الكليب امبوسيبل كليب كيما ذاك باش يتصور في نهارين وثلاث ايام اما في ثلاث ايام يهبطوا لك زوز اغاني ما تجيش زاده نحب نسمعك اختار جاو في مبروك وغاب وقت البركة فيك وقت يا وجهي حشتي بيك بف مرقي تكش جيت العين في العين وقطري والله ماري تكش تكذب ما تحرفش ريتني فول هشدي نعرف نظرك باهي وتشوف برقدي نعرف لك حرية في قلبك بربي ريجي صبعي تحت الزرسة وريدية التلوي ربي بقى علي الستر ويعطيني القبور محبة الناس ما تتعتاش في يقيسوا بسبادر يقيسوا بسروال ومريور اي اعطاك الوقت رح الفول العجور حليت السرة لقيت خيط كبشت فيه ومت ما سكرتش باب البيت اندبرمت ومخي فلت عرفت خبابي بالاحضان وما قلتش فيها حت ما تجزنيش نعمل لك كيما عمل انا راس الحربة وانا زادة شادة قولي نعوشني مفتاح الخزنة يكرميني مفتاح السور نتبسم وشلور احشيش مش الكور ترزي في العشيك يلبسونا كشكور ويعمل ربي دليل حبيبي يعمل الله بلي وفيت الكيل شواربهم طمعت في بلة مشيت لهم الف ميل مشاو فيا الف مرة نكرك روحي من وذنية وما نعاودش الكرة يا ليلي يا عينك حالة الدنيا في عيني عالخايبين ربي عيني وانا والله هي ما عيني روحي بركة لتوا عيني قلبي وحده غير عيني جهر بهار عيني عيني قبل منام عينك قم عينك هكترا يفرا معوجل مسترا ديما كس كونترا مش احبار كونترا مش كيكا وبلا مخ مش افون برا برينجو سترا قورا زعم النجم يندرا كهويس ونوصل مستمتع نوصل شيخ ليه نوفل شيخ ما ما ايه الغناية على روحها ايه ما هو هكا ايه تطلع فما جمل ايه ليه تحسوا معناتها قعد شهر بالحق باش يكتبهم راهو ايه فما انا نقدر قيمة الكلمة سواء نقراها في كتاب ولا نشوفها في فيلم ولا نشوفها في غناية ولا نسمعها فهمت كي أم كلثوم تقول لك عاوزنا نرجع زي زمان قل للزمان نرجع يا زمان هذه غنية جملة معبرة جملة جميلة وجملة رائعة وجملة عميقة وتمس لك قلبك اي يلا نحب تصفيق على محمد الحربي برشا ناس عرفوك في فيديوهات انت والوالدة نتاعك شوفوا مع بعضنا نحب نعملوا دقيقة ولا نشوفوا أهم شوية فيديوهات باش نحكيوا على حكاية قصة بلينغوس مطران مريم قصة من الواقع مؤثرة جدا السيد دخلت لقلوبنا دخلت حياتنا من غير ما شاورت أما قوت دخولك إنك ما تقصدش صحيح. اللهم إذا أنت فريمون معناتها طبيعتك وكي شفناك تحكي دخلت يسر القلوب نشوفوا الفيديوهات بعد اسمعوا معانا حكاية مزيانة على وضح لك المسألة ايه. أنا معرس بمرأة اسمها نجات يا ودي شبيه؟ أنا وصى بالك علاش بك ضربتني أنت؟ إيه؟ شبيك ضربتني؟ أنا ضربتك؟ إي شكون النجاة هذي؟ نجاة بن غذاهم إيه؟ نجاة بن غذاهم بن غذاهم؟ لقب نجاة من الهند هذي خذيتها من الهند؟ إي تعرف
توا دخلت قطره بديت زيد عاد تصلي ابا بابا تخو بيت عمو يفدلك زيد عاد نطفي تيف هذا تيف خايبه غزرتي ها تخوف مرحبا مرحبا محمد في جواتك مع الولد نتاعك وراه حكايه انت شنو قاري ساعه باش نتعرف عليك بين قاري فلسفه قاري فلسفه باك بلس 5 باك بلس 5 تبارك الله عليك دونك ماكش شنو تخدم توا كل مره خدمه نخدم برشا خدم خدمت في تخيلوا في مخك اخر خدمه في شركه ليفريزون ما نقولش على اسمها شركه ليفريزون كا مريم دي تخدم على روحك اي بيان سور اخي بلينغوس بالحق مريم دي باك بلس 5 فلسفه ما يخدم اي حاجه خدمت في قهوه خدمت خدمت في مرمى خدمت في ساف المرشي اصلا من مره زاد هبط ستوري كعامني ولا في المرشي ما ساعات نمشي نزور جماعه المرشي يقول يقعد على النصبه نيجي دونك خدمت في المرشي خدمت في المطار بباجاجيست خدمت في خدمت في برشا خدمات معناتها خدمت بيعت ساعة ثم خدمه مقدسه اللي هي يمكن البرنسيب تاع خدمه بابا اللي نبيعوا الساشيات المرسوقه دونك رمضان نبيع مرسوقه انا معناتها نكمل قرايه تاك نمشي نبيع مرسوقه وهي فيها فلوس مرسوقة وقتها الحمد لله كنا مهزين على ستة من الناس وكنت قبل نحب نبعد على بابا ننصب وحدي غادي نبيع مرسوقة باش نصور وكا الحمد لله والله اسمع انا بالحق قلت له معجب به فما فيديو تفرج فيه قمت نبكي وحدي عقبال الليل نبيع في الملسوقه والحمد لله فما مصوار في المنصوره الحمد لله صور فيها فلوس معناتها فيها فلوس كلمه الحمد لله فما مصوار في المنصوره ما فيها والله الحمد لله انت سيرتو اي متر رمضان الجمعه الاولى راك تصور يمكن خير من بلينغوس اليوم عشان يوتيوب نلقاو اكثر من 500 فيديو اللي كنتي وعلولو عندك 10 ملايين فيو في الشين تيك توك يظل يتنحى تيك توك بانيوه فكروه صارت لك حكايه اللي هو الله يرحمها الوالده نتاعك وقتاش توفيت توفيت 14 فيفري 2019 الله يرحمها وفرد وقت توفى خالك بعد بستة شهور توفيت خالتي ونهار اللي توفى فيه توفيت في أمي 14 فيفري توفى خالي بعد بعام هم الموت ينجم يخطفك يا عبد شوية برشا واحدة شوية أي. فهمت برشا أي. ثم الولد متاعك ربي يفضله لك عايشك كونكم وعايشكم وقراكم بعن ساشيته الملصوقة أي معناتها بابا ساشيته الملصوقة وبريسكم ما تخدمش وقتها عمري ما خدمت في حياتها بابا قال ما تخدمش وقتها دونك هو يس كل شيء تبارك الله عليه مش هذا اذا تحطه فوق راسك صحيح ثم جاتك الصدمه اي بوك مريض بالالزايمر وقتها نحن نتخادموا ما نعرفوش اش معناتها تصرفات بابا معناتها دونك جاتو جلطه مش لقنيش نحن نعرف تصرفات عاديه مره ضاع جابوا الحاكم في بيدي رجل كبير ضاع وكاو سامحني مطران هي معناتها سي نوغ ما نجموش ما نجموش عباد احنا معناتها اي ليه نعرف خاطر بتترنا سامحها الحكايه قبل اي انت الليله عرفتني على زوز باهين برشا حطيتكم في مكان ومكانة صديق وانت تعرف ان طول حياتي نكتب على الام والبو في ركن ابي المناضل وامي المناضله السيد هذايا عايش بانفاس عاش حياته كامله بانفاس بو تو أبوه عايش بأنفاس سي محمد شوف يا سيدي نوفل وقت تموت الأم الإنسان يفقد الأرض اللي واقف عليها لأنه الجنة تحت أقدام الأمهات والأب هو السماء ريت السماء أنت متغطي تو بالسماء حافظ على السماء أكيد. ربي يبارك فيك أكيد. محلاك وقت بعت لي الفيديو محمد أنا ما نخبيش عليك قلت له شنية سي نوفل بعت لي الفيديو متاعك قلت له شكون جايب يا أخي ما عجبنيش انا المره الاولى الفيديو قلت له اسمع الحكايه حكى لي القصه بكيت انا البارح كي تفرجت وتو تاثرت برشا مريم. وانا نتمنى بابا يرجع للحياه وحتى يضربني بكف اكثر جمله يمكن نسمعها ايه؟ في الكومنتات ولا نتمنى بابا يرجع خاطر تحتاج بوك نهار اللي يبوت انا بابا توفى الله يرحمه وربي يفضل الوالده وقت تموت الام والبو انت تبدا معلق بين فضاء وهواء لا سماء تقف لا ارض تقف عليها لا سماء تغطيك حافظ على هذاك ربي يبارك فيك وربي يثيبك عايشك فضلك ما عندي محلي محمد كي تحكي معاه محلي ما تيلي ناش كان شخص أباغ لفات اللي هو إلي أغريب ماهوش من نوعك اللي يتيتم ولك جملتك متاع الملسوقة معناتها مستني على الأخر عايشك. بالحق معناتها كيفاش راضي بالحق راضي باللي ربي كتبه راضي باللي ربي كتبه لك معناتها سي اون تون اونور معناتها جو تفيليسيت على الاخر غير مون معناتها فما نقول لك حاجه انا عامله برشا تلفزه وكرونيكوز بوندون تري لونتون
واسمع وتعدى على ريوسنا ونوف اللي يعرف اللغه الخشبيه والعباد اللي دهنت برشا والعباد اللي كذبت برشا باش تكسب الشعب ودموع التماسيح اللي سايبون في البلاتوات وعباد جاوا كذبوا وعملنا روحنا في بناش عملنا روحنا عين شافت وعين ما شافتش اما انت فريمون عايشه انت يعطيك الصحه هو هنا في الكواليس قناعة اللي انت تحكي بها ربي يعطيك على قد قلبك امين يا ربي عايشة. بالحق رانا معجبين على الاخر وما انت ولد تونس وان شاء الله ولد تونس كل كيفك به نمشيو للنهار لك حل مش لازم نقول لك حاسس بيك حكيت لك في الكواليس ما نحكيوش راهو بوك مريض بعد ما صارت له جلطه راهو بوك مريض بالالزايمر هي قبلها بالنهار كي جاتو جلطه بابا ولا ويصلي في وقف في فرد وقت بديت نفهم من هذيك خاطر عندي فكره على برشا امراض منهم الزهايمر دونك بديت نفهم اما مصدوم وقت نبكي في بلا نبكي ما راجل يبكي ما ترى في بوكي ما نحبش خاطر واحد يضعف به دونك بعديك مشينا طبيب قرا وجلطه دونك سي جيت معلومه ما عندك ما تعمل تدخل تقرا عليها مش كيما باش يقول لك طبيب التونسي راه مش كيما تاخذها تقراها انت لبرا معناتها راه طبيب التونسي ما كيما تعرف انت شد يزمك يقول لك استيش في الكوا بون معظم العبيد كي يسمع الزهايمر يقول لك سي سيبو سيبو يودع ولا كيفاش يقولوها سيبو يحط في تركينه بوم هو موضوع ما يتحكيش اما ديما يحط بو في كوا في كرسي وكل وشرب واخرته وكلته وشربته دونك هو الانسان العادي كي تحطه في بلاصه مسكره وهو انسان عادي بمديرك عقليه يموت ينسى التواصل مع المجتمع تخيل انسان ينسى المعلومات زيد تحطه في بلاصه سي معناتها عباره جثه هامده دونك من الاول تقلقنا وكل شيء مرة مرات وقتها مرخوف ثلاثة مليونين مرخوف بابا مرخوف أنا يحكي مرخوف جيت في لحظة أني بابا توفى صحيح وأنا أمي توفيت ما عندي حتى حاجة أبار تصور ما عندي حتى فيديو عليها دونك سجلت ثلاثة فيديوهات والله أوكي بالضبط وقتها في تيك توك سجلت ثلاثة فيديوهات حطيتهم ومشيت ترانيت فما فيديو ما تسجلتش كأنك ما تحطها في كوبا أنت ما تسجلتش خرجت مشيت ترانيت حي التليفون نلقى الفيديو أنت عامل برشا فيديوهات وعبيت تفعلت من الموضوع وقت بابا سألته على علي شورب قلت له احكي لي علي شورب قاعد يحكي لي قال لي مرخوف مرخوف معناتها انسان واحدة دونك العبيد عجبها الكونسيبت معناتها كيفاش نحكي واحد قديم يحكي على عبيد بنديه قبل معناتها يا اخي قالوا لي بجاه ربي واحد كتب لي في كومنتير قال لي بجاه ربي قعدت الفيديو تمشي رفوق جماعتين وانا ما هبط انا عمري ما هبط فيديو فيها وجهي ولا حاجه فهمت قعدت تمشي جماعتين بجاه ربي قال لي حكينا على واحد اخر سمي لي شخص اخر اسمه هادي شنوفي بالنسبه تحيه لي قال لي بلي سمي احكينا علي سألت بابا جاوبني علي لقيت العبيد فرحانة بجاه ربي عاود هبط لنا فيديو أخرى وليت نلقى العبيد ما عادش مركزة مع المعلومات اللي نعطيو فيهم مركزة مع الرياكسيون يعملها بابا في كل موضوع نجبده له دونك في اللحظة هذيك أنا ببيعتي ديما بابا مشيغب ديما نشيغبو حتى هو لاباس علي دونك قعدت ديما كل مرة ندخلو بموضوع باش ما يغمقش راه خايبة يغمق العبد هو إلي كونسيون اللي قاعد يتصور ساعات نجبد له فيديو نقول له صورتك يا شيخ يقول لي أنا هذايا يضحك هو بابا يحب الشهرة مقبرة بابا نلقى عنده نسمة وجزيرة الزايمر من غير ما ندخله يرقدوا ثم يموتوا جزء من المخ ويبدأ يفقد في الذاكرة بشوي بشوي الخلايا اللي ينتهيوا تماما ولكن المرض هذا ما فماش فترة زمنية نجم يقعد عام كما يقعد 20 سنة وهو يموت دونك أكثر لحظات مؤثرة وقت اللي تقول له أنا ولدك ويعقلك على الأخر أصلا ساعات فما فيديوهات نفرح راهو صحيح مرض الزهايمر هو مرض معناتها ما فيهوش دواء وكما قلت انت كما ينجم ياثر في عام كما في 20 سنه لكن هو مرض الزهايمر خلايا تموت ولا خلايا ترقد واللي بترقد راهي باش تموت دونك انت ما تخليهش ترقد ديما احكي معاه في اي موضوع ديما نشط له ذاكرته هذا السبب الرئيسي للفيديوهات اللي تعملت صحيح اللي تخلي الرئيسي عبيد انا باش نحكي في موضوع هو يقول لك سبب رئيسي كي هو سبب رئيسي علاش ما تعملوش وحدك علاش تعمل فيديوهات باهي انا قلت لك العبيد لقيتها تفاعلت فما عبيد راهو تحشم وثم عبيد ما تعرفش كيف تصرف مع والديها في المواضيع تضوما ثم عبيد تخاف ثم عبيد يقول لك ما فهميش شكون وراني المعلومه هذه خاطر لو مرض الزهايمر تحب ولا تكره مش معروف في الوطن العربي جمله اما ما له خصوصا الاكثريه نتاع العبيد يشوازيس لو مويان لو بلو فاسيل الطريقه السهله اللي كي ان بارون كي بو يمرض ولا ام تمرض نحطوها في تركينه ونحطوه في تركينه ويعيشكم ما نقولوش لو كونتخير خاطر هذه كذبه تولي الفيديوهات ما زلت ما خلطتش المرحله انك تخلص من اليوتيوب وكذا عامل فيوز ملينه ما زلت ما
خلطتش ولا؟ لا لا خلطت مرحلة إنه الفلوس موجودة غير ما يجبك يجيك كود ما يجيكش كود على الجوجل أدسانس دونك يجبك أربع مرات تفيري في الحكاية كل 21 يوم مش عادة مرحلة ديك معتب فما زوزة سألة ماستين سمحني للي ميسيلش بالعكس يعدي في بوه كذا باش يخلص عليه فلوس وللي شويه كلام ساعات اوزيما ونحاولوا نتفاداو شنو تجاوبهم مزوز سمح عرفش نجيبك على السؤال الاول كان ما غير ما نحكيو على اللي واجه لك نقد والناس هاجوا عليه خاطر فما تعاطف كبير في مع الناس معاك انت زوز اسئله هذا كان على موضوع الفلوس اول حاجه سي عرفش نعطي معلومه انا ما عنديش تيك توك كون تيك توك في فيديوهاتي وبابا ما عنديش كان جيت انا نحب على الفلوس بالطريقه اللي يحكوا فيها العباد نحل لايفوات اللايفوات اللي ترافي في تيك توك عباد تصور في منين واضح سؤال ثاني ذكرني بيه سمحني توجعك محمد كي يقولوا يتاجر بوه يحط في بوه باش يصور منه فلوس توجعك الجمله هذه باه هي كانت من الاول توجعني وكنت اصلا نبدا نهبط فيديو قلت والله العظيم كي ندخل نقرا كومنتير ما عجبنيش نحس بوجع في قلبي نحب نفسر له نحب نعمله لكن بعديك ادخل كومنتيرات انت اي ساعات يعرضني عبد ادخل كومنت نتحدى اي شخص تدخل اي فيديو في الشين يوتيوب نتاعي خاطر انا في الشين يوتيوب ما نهبطش في تيك توك ما عندي حتى كونت في كلهم في بروفيل ادخل اي فيديو ونتحداك توا ادخل اي فيديو والله هاو من با نعمل نجيو واقرا الكومنتات اقرا الكومنتات ثم عبيد وليت ثم شكون ساعات يقول لي كومنتات يسخفني يقول لي مصاب بابا حي يعطيني كفوف يا محمد راك ذكرتني بابا يا محمد راني فرحان راني نحس في علي لولو بابا ما نحبش نجبد عبيد ثم عبيد معروفين يسالوا على بابا يتفقدوا فما واحد معروف فنان يغني كان تحب نذكر اسمه ونحبه على الاخر مرتضى الفتيتي ساعاتي يقول لي محمد راهو على لولو البارح راهو كريزمو توزع فيه راهو عنده طرف هواء لحظهم يعطي الصحة احمد الدرسي بالمناسبة برشا من فنانين برشا راهو في الفيديو هذايا حسيته والسؤال الثاني على الكلام وساعات الكلام الزايد هو كان تحبه نحكيه بامور منطق ولا امور شعبوية احكي عادي كيما انت تحب كيما انت تحب قلنا صحيح قلنا صحيح هذا كلام زايد جاوب جيب 200 مره عليه انا والله السؤال بالعكس انا حبيتكم تسالوني سؤال كيما هكا باش نوضح اي بيان سور سؤالك انت كان سؤال فكرني يمشي عاود اسالوني يمشي اوكي لا احكي لنا هو اول حاجه راه بابا تبيع توكيكا بابا فينومين بابا في المارشي علاش انا نعرف بلي كدي خاطر انا نخدم في المارشي ايام العطله دونك ديما معاه يعني ديما العباد تشيكس وديما الرياكسيون نتاعو على اي موضوع هكاكا دونك بابا يحكي هكاكا ما نجمش ما نهبطش الحكايه هي هكاكا طابت هكاكا كان جيت نتاجر بالعكس نحب لما فلوس ونفركس على انا نلم كيما نقول نعمل نوم ديفيو اكثر والتنافس تعيط لي ما نحيش ما نحي الكلام الزايد وننظف لا علاش لا مش واحدة اي لا لا حبي يقول على طبيعته بوك ولد مارشي هذيك هو نفسه كيما اما ليه باش نحكي كلام زايد باش تعمل بلوس دو نومبر دو فيو غالط خاطر لي رابور كلهم بالكلام الزايد يعملوا في دو نومبر دو فيو انا خاطر معناتها الكلام الزايد ما عادش يقلق العباد مع سيت ان شوا تتفرج ولا ما تتفرجش ديما مثلا باش يطلع في التلفزه يلزمو ينظف شوي انا من بنظف انا كي ناخذ الفيديو كي نحط الفيديو نصوره كنت قبل بالتليفون معناتها حطي ديكيا ونبدا نصور كاليتي طبيعي بلغتنا كيما هي تهبط معناتها نهبطها هي ساعات تلقاني في الفيديو بعد ما كملت صورت سي الفيديو دخلت وانا قمت مشيت الفيديو هبطت فهمتها دونك من بعد نعمل مونتاج ونعمل حكايتك هذيك معناتها هو نهبط بكلام زايد نتاعي هو بتترى عكس معناتها هل تعتقد انه الكلام الزايد ساهم في انتجار الفيديوهات اكثر؟ سامحني على اكثر حاجه ساهمت في انتشار باش نقول لك كل واحد كيفاش خذ الموضوع كيما قال بنقوس قال ساعات الموضوع ما تاخذوش كيما انت كيما ياخذوا غيرك صحيح ثم شكون خذ الحنين نتاع الموضوع كيما بابا قلت له اربع ايام تاني جيت بجنبه قلت له بابا راني مريء انا ولدك محمد قال لي شبيب ولدك يقول له انا ولدك انت يهتم قلت له راني مستحق كلوه نكرر قال لي فديك قال لي برا شوف على روحك شوف واحد اخر قلت له فماش حل ملي هك سبيطارات وعمليه قداش تقعد العمليه قال قلت له كذا قال لي نعطيك كلمه فهمت فما بدي ركزوا على الجانب شنو راي اهلك لعائلتك؟ به اول معلومه دي يمكن به اختي اللي نوجه لها تحيه بالمناسبه دي اكثر يمكن انا هي اللي هي بابا كل شيء مره اختي تحيه لها دونك ساعات تتفرج فيا وانا قد في الفيديو تمشي بعدك تدخل الشين تضحك الفيديو مره اخرى دار عمي وعمو مات يجيو بو عمي توفيوا اولاد عمي يجيو يضحكوا يبداو يتفرجوا فيك باش نشيكس بابا خاطر انا كيفاش نحركوا باش نسالك سؤال الوالد نتاعك
سمحني كان سؤال ماست كله يسبريمي يذكر الوالدة متاعك ساعات يذكر أمك مرة بركة تذكر أمي توفيت بيقل كل أمي دي محايا وبش نقود بيه لأمي ومرة يبوس فيها ملي عايش ولدي بربي لا تقود بيه لأمي لأمك ديما أمي حية وما ماتتش هي وعمومتي تفرجت أنت فيديوهات أي. اكتشفته محليه انت منور منور الفيديوهات اش قولك في الفينومين ما تنجم تقول سون كومونتير مع علاقته بوه والفيديوهات اللي يعمل فيهم وكيفاش انا امنيتي علاقتي بابا تكون كيما علاقته هو بوه انا نتمنى نكون هكا نلعب انا وبابا وخاطر انا وبابا مثلا بالقدر اما لو فاتي تفرج فيه نقول يا ربي ما ساب انا علاقتي بابا جات زاده هكاي هكا نفديك ونضحك ونلعب ما تنجم تقولوا حتى شيء سون كومونتير يعطي الصحة عندي ملاحظة صغيرة باغ كونتخ مش سؤال كان تسمح عندي ملاحظة صغيرة أنا جو بونس اللي معناتها الكلام الزايد كان ينجم يكون يقلق كان محمد يتكلم كلام زايد أما احنا نعرفوا اللي بالضبط فوالا احنا نعرفوا اللي علولو ربي طول في عمره مريض بالايزايمر ونعرفوا اللي هذا مرض دونك ما نجموش نقولوا كلام زايد الزايمر رجعت لي الموضوع كلام زايد منها فما جملة مهمة برشا قالها نحب نسأل مطران نتمنى أنا مع بابا كيكا مانا تربيتي مع بابا بالقدر برشا فما زوز أنواع علاقات توا بين الأولياء فما اللي بالقدر مع أبوه اللي ما ينجمش حتى مثلا الطفل يتكيف ما يتكيفش قدام أبوه وفما اللي العلاقة هكا أنا نتمنى نوفل لا إيش قولك في الجملة ديكا جملة عميقة جدا مستني منش إغاف قلبي رو أنا لولا بقيت حياة دموعي باش تكون غزيرة لأنه كل واحد يتمنى أن أبوه يتعامل مع أبوه هكا أو أبوه يرجع للحياة ويحط ليد في الليد أنا الوالد الطيب سميد الله يرحمه كان يحكي كان على ولده الصحفي البوه حاجة راقية جدا حاجة رائعة هو يرحمه وهو توفى فخور بيك مطران تصفيق على مطران علاش أنا نحب الرابريت خاطرنا مجتمع كلنا عقد تربينا خاطر كي نشوفوا نتفرجوا في فرنس دو نشوفوا العلاقات والسيوله نتاع العلاقات وكذا بالحق برشا حاسدينك يا سيد وربي فضله بالحق معناتها بالحق رغم اللي نحبوا راهو الكلنا ونقدروا الولد اما مستحقين شويه نوع اخر من الحب ساعات وليت ما نفدلكش معاه راني نحس روحي تعب اش بيني ما عملتش هو يبدا كيفي راه تقول لي من اختي برمشي مع ابوك وقعد بعدها شويه راه يفركس فيك انا قبله هو يسيب النيجاتيف نتاعو النيجاتيف ربي فضله نخلي اخر سؤال محمد الحربي ممتع الحوار معك شنو تتمنى شنو امنيتك ولا اي مساج قول نخلي لك كلمه باش نقول شويه معلومات صغيره معلومه الاولى راهو اغلى حاجه في الدنيا تو مريم سالته على الفلوس وكذا اغلى حاجه في الدنيا اللي هي نحن نحقروها وقتاش تعرفها كي تترعى بتعاني منها اللي هي صحة البدن دونك هذه أهم حاجة رغم والله العظيم مهما تغلى الحاجات صحة البدن هي أرخص حاجة عنا أغلى حاجة عنا تبقى صح ثاني حاجة أنا مانيش نقول في كلام ميتافيزيقي ولا حاجة لكن فما حاجات كما نقولوا نحن ما نفقدوا الحاجة ما نعرفوا قيمة الحاجة كي لما فقدوها ميسيرش رأوا ساعات بوك يعمل لك حاجة خايبة ولا أمك يعني هو محبكش توكي هو يخدم عليك ليل ونهار ويتعب هذيك يجي يقول اكل 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 ولد هذاك ما تحطوش يتعشى زعما هو بالرسمي ولا هو يحب يقول لك اكبس روحك زعما يحب يقول لك كلام خايب تقول بابا خايب معايا حاولوا هذه تقولش ندخلوا حاولوا تقربوا لوالديكم اكثر حيصيرش احكي معاه بالعكس احكي معاه وقرب له وحتى يصدق لك اضحك خاطر بعديك راهو في المستقبل ابسط حاجه نعطيها ناخذ مثال تتمنى ابوك يجي يعطيك زكفوف ويقعد بحذاك بابا... تتمنيهم دونك ما تحاولش تخسر حاجه هي عندك معناتها كنز تخسر كنز فكيت مال كل ربي انت والله حكيت ايش عملت لك تو تو ما هي بالمكياج ولا بالمكياج كل شيء بشي سيح وانا شد روحي مشان المكياج قلت انا بالمكياج انا كان هذيك بكيت في موزايك قلت سام بعديتيش الستوري باش نبكي خاطر علاش نحبش نستعطف العباد لكن يوم قلت مانيش نبكي اي لا 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 لي تاع ديسبري نتاعك ماكش نتاع استعطاف نتاع كلام وحق يعطيك صحة محمد بلينغوس محمد تصفيق عليكم الجميع نخليني كلمة شوف رابور في برنامج حواري ويعرف يحكي ويجاوب ويعطي اسمع هتكتكم بالزوايز ما احنا كثرنا منهم الضيوف هذول من عائلة لا فماش منهم برشا كيفاش يقبلوا النقد وكيفاش لا بلينغوس كل تنحب صدر وكل شيء سي با دنيا تي مونت سي تخبي هذا يسر نجاحك وهذا يسر نجاحك ريتا الصدق
كي تكون صادق تنجح. وفي الحلقه السابعه ريت الدموع في عينين مطران. خاطر انا اكثر شيء نحب الوالدين اكثر شيء بدموعي اكثر شيء نحب بينغوس بكيت لي مطران يا محمد. يلا بينغوس خلي كلمه الختام. مرسي شيختنا حتى بالموسيقى وبالكلام. خلي كلمه ختام التونسي يحبوك يتفرجوا فيك. مرسي لكم انتم فرحان برشا اللي جيت معاكم اليوم. مرسي على الانفيتاسيون. انت نوفل مريم سي ماتران محمد كيف كيف. نهج الساحر باز هذيك امي بابا. نهج الساحر ديما اقوى نهج الساحر. فينيلو موسيقى برودكشن. مرسي العباد تبع في الكل. نحبكم على الاخر. يعيشك مرسي محمد. شكرا لك. وتحيه لباب سعدون وايمن وسيف خويتي هذوما مش صحابي. وتحيه لصحابي. انت سامحني ايش كنت ترين قبل؟ انا عملت مصارعه 9 سنين. اه فلا ونترين خاطر بدنك تا واحد ليبي نترين اي كوم نترين شويه نترين. وتحيه لباب سعدون لتحومتي خاطر ديما يلوموا فيا شي. تحيه لتحومتي الكل وصحابي. وراني ما عندي راني ما عنديش كونت تيك توك. راني ما نهبش على تيك توك. كي تلقى فيديو صغيره مقصوصه انا مانيش انا مهبطه خاطر ما بيت تفهم الكونسيبت بالغلط خاطر مش فاهمين. كهو راني عندي شين يوتيوب حما حربي وكهو حما. يعطيك صحه بلينغوس نورتنا. وتحيه للجميع الكل. ما تنساش باش تربح ال 10 ملايين كاش ابعث سي على 85 840. على قد ما تجاوب على الاسئله على قد ما تقوي حظوظك وانت بعد ايام تكون الفائز ب 10 ملايين كاش من اهداء التاسعه. يلا فاصل ونرجع لكم في لبس.